ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہم کتاب الجنائز کی ابتدا کر رہے ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے متعلق تمام احادیث کو جمع کیا ہے اس باب میں، تو ہم یہاں سے احادیث وہ احادیث
جس میں جنازے کے متعلق اور جنازے کے تمام دیگر امور کے متعلق جو جو احکامات اللہ تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ارشاد فرمایا ان کی ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الجنائز ومن کان قال آخر کلامه لا الہ الا اللہ۔ وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا والد واصل أحدب عن معرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت إن بين زنا وإن سرق، فقلت إن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. وبه قال حدثنا عام عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ما من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجناز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع ونهى عن سمع، أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاتش، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابا هريره رضي الله عنه قال رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العاتش. تابعه عبد الرزاق قال اخبرنا عمر ورواه سلامة عن عقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف على وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بقى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن مات يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلا أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر حتى إلا يتلوها. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في ثواب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو
فقد جاءه اليقين والله والله اني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس مثله ابي وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به فتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر وبه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل بي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكى عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. وتابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر حتى سمع جابرا رضي الله عنهم باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحة فأصيب فإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفاني. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية بن إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. باب فضل من مات له ولد فأحتسب وقول الله وبشر الصابرين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا دخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنهم أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوضعهن. فقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كنا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان. وقال شريك عن ابن أصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنت. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فليلج النار لا تحل إلا تحلة القسم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. وبه قال حدثنا أنس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهم ابنا لسعيد بن زيد رضي الله عنه وحمله وصلى ولم يتوضا. وقال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا ينجس حي ولا ميت ولا. وقال سعد رضي الله عنه لو كان نجس ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وبه قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله
عنه رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقبه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره باب ما يستحب أن يغسل وترا وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أمي عتية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقبه فقال أشعرنها إياه فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسل لها وترا وكان في 3 أو 5 أو 7 وكان في أنه قال أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان في أن أم عتية قالت ومشطناها 3 قرون باب يبدأ بميامن الميت وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها باب مواضع الوضوء من الميت وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذائي عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا ابن عون وعن محمد عن عمياتية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حكوي إزاره وقال أشعرنها إياه باب يجعل الكافور في الأخيرة وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حامد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عتية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا شيء من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقبه وقال أشعرنها إياه وعن أيوب وعن حفصة وعن أم عتية رضي الله عنها بنحوي قال وقالت إنه غسلنا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت أم عتية وجعلنا رأسها 3 قرون باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريد قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عتية أنهن جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون باب كيف الإشعار للميت وقال الحسن والخيقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جرير عن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عتية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه
فلم تدرك فحدثتنا فحدثتنا قالت دخلت علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها اغسل ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا القى اليه حقوه فقال اشعلنها اياه ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناته وزعم ان الاشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عتية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها باب يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا وحبسة عن عمياتية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسلنا بالصدر مترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافر فإذا فرغت فأذنني فلما فرغناه فآذناه فألقى إلينا حكمه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها باب الثياب البيض للكفن وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في صلاة ذي أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة باب الكفن في ثوبين وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا باب الحنوط للميت وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذا وقاف من راحلته فأقصعته أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا باب كيف يكفن المحرم وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء
ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك اكفنه اكفنه فيه فصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر فقال ليس الله بنهاك ان تصلي على المنافقين فقال انا بين خيارتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وسمي جابرا عن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه. باب الكفن بغير قميص. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب سحول كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال ابو عبد الله ابو نعيم لا يقول 3 وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول 3. باب الكفن بلا عمامة. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنود من جميع المال وقال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد ما فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا وما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك طعاما. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة وإذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه أن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي سهل رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببرده منسوجه فيها حاشيتها تدرون ما البرده قالوا الشمله قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأقصوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إذا رفع حسنها فلان فقال أقصنيها ما أحسنها فقال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألتها وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألت لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه باب اتباع النساء الجنازة وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحزا عن أم الهذيل عن أم عتية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب إحداد المرأة على غير زوجها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عتية فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكير بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته قال دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله باليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فقال اتقي الله واصبري قالت إليك عني فإنك لا تسب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن عن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كأوش منه شيء وما يرخص من البكاء في غير نوح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل وبه قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثنا أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لقبس فأتي فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله أعطى
وله آتا وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن فاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله وعلي وسلم جالس على القبر فقال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يفارق الليلة فقال أبو طلحة أنا فقال فأنزل قال فنزل في قبرها وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدنا وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الميت ليعذب ببقاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنه قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر من مكة قال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فقال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال أدعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت أرتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال له عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنه فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببقاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببقاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال ابن عباس عند ذلك والله ما هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني وعن أبي بردة نبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي يبكى عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنما لتعذب في قبرها باب ما يكره من النياحة على الميت وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع والتراب على الرأس
واللقلقات والصوت. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ابي علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنها رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كاذب علي ليس ككاذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يناح عليه يعذب بما نيح عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبر بما نيح عليه. تابعه عبد العلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة حا وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببقاء الحي عليه. باب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فروفيا فسمع صوت صاحية صائحة فقام من هذه فقالوا ابن عمرو فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو قال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. باب. ليس منا من شق الجيوب. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. فقلت فالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر وورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وبه قال وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. باب. ليس منا من ضرب الخدود. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مروة
عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال عن عبد الله بن عمر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب يشق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر ببكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية ولم يطعنه فقال إنههن فأتاه الثالثة فقال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحث في أفواههن تراب فقلت أزع أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبه قال حدثنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة فقال فمات أبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات. فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارد لهما في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهن قد قرأ القرآن. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيني وكان ظئرا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله فقال يا ابن عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ورواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب البكاء عند المريض وبه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضي قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه أو يرحمه فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة يحتي بالتراب باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر إذن عن ذلك وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت رضي الله عنها قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطالع من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لا يطيعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبني أو غلبنا الشكوى من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثي في أفواههن من التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عتية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنتي أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى باب القيام للجنازة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سالم بن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع باب متى يقعد إذا قام للجنازة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليكم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يكن حتى توضع
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه رضي الله عنه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد قال فأخذ بيد مروان قال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. باب من قام لجنازة يهودي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الزمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذكري عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا لذو عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أناق فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنهم أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها فإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وبه قال حدثنا مسدد عن أبيه عن أبي هوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصفوف على الجنازة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعين. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعين. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه قال
فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهم كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ فقال اربع ريحه. فقال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنها وكان ابن عمر رضي الله عنهم لا تصلي إلا طاهر ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائدهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنهم التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال الله عز وجل ولا تصلوا على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني عن وقال أخبرني من مر مع نبيكم رضي عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فصلينا. فقلنا يا أبا عمرو ومن حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. باب فضل اتباع الجنازة. وبه قال وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا من على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة رضي الله عنها علينا. فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله عنهم. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا من قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. باب من انتظر حتى يدفن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاب حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا حسام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد. وبه قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قيراط ومن شهد حتى يدفن فله وكان له قيراطان. قيل له وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن الوكيل عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. وعن ابن شهاب رضي الله عنه قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو البزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنها قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات في نفاسها فقام عليها وسطها. باب أين يقوم من المرأة والرجل. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سامرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحمة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن سعد بن إبراهيم أنت لحتى قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم أنت لحتى ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهم على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال ليعلموا أنها سنة. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة عن قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدث هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. قال فأتى قبره فصلى عليه
باب الميت يسمع خفق النعال. وبه قال حدثنا حياش قال حدثنا ابو العلاء قال حدثنا شعيب سعيد حا وقال وقال لي خليفة. وبه قال حدثنا يزيد بن ربيع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا بني في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى اذا حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمدا فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أبي المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت فرد الله عليه عينه وقال أرجع فقل له يدع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعره سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل أو دفن أبو بكر ليلا. وبه قال حدثنا علي عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشهبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد هل يفارق الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل في قبرها فنزل في قبرها قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليفترقوا ليكتسبوا. باب الصلاة على الشهيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء
يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بي أو أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم يرى غسل الشهداء. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. قال أبو عبد الله سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير الى احدهما قدم في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله وكان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر. باب الإذكر والحشيش في القبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال الأباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. فقال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال تا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كساء عباس قميصا وكان سفيان قال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم أن أطعن عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في
اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي دين فقضي واستوصي باخواتك خير واصبحنا فكان اول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطيب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم ووضعته حنية غير أذنه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عمرو عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطيب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة باب اللحد والشق في القبر وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليس بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد ثم يقول ايهم اخذ للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه من اللحد فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه فامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه فقال الإسلام يعلو ولا يعلى وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطمي بني مغالطة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله فقال له ماذا ترى هل قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلد عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال اخسأ فلم تعد وقدرك فقال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجع في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فصار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين وقال شعيب زمزمة فرفصه وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة وقال معمر رمزة
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اطيع ابا القاسم رضي الله عنه ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس يقول كنت انا وامي من المستضعفين انا من البلدان وامي من النساء وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلي على كل مولد يتوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فترة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلي على من لا يستهل من أجل لأنه سقط ولا يصلي على من لا يستحل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه أن رضي الله عنه أخبره أنه لما حضرت أن أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن حشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي آية باب الجريد على القبر وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاط على قبر عبد الرحمن فقال أنزعه يا غلام فإنما يضله عمله وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن الشبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعوم حتى يجابده وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجه فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع وكان ابن عمر يجلس على القبور وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة
ثم اخذ جريدة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل واحد في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور بعثرت بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلاه الإيفاض الإسراع وقرأ الأعمش إلى نصب يوفضون إلى شيء منصوب يستبقون إليه والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من الخروج ينسلون يخرجون وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخرصة فنكس مخرصة فنكس فجعل ينكت بمحصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فيسيرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فيسيرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى آية باب ما جاء في قاتل النفس وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن رزيعة قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن زحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمد فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها من نار جهنم قال وقال حجاج بن منهلق وقال حدثنا جرير وحازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيات من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قومه وهم فاسقون ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال فعجبت بعد من
قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. وبه قال حدثنا أدب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب صهيب قال حس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة هذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم والصفار قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي القاسم قال قدمت المدينة وقد وقع فيها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بها جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاث قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر وقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله الهون هو الهوان والهون والرفق وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقوله فحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر أخبره قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقيل لو تدعوا أمواتا قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قال سمعت الأشعث عن أبيه رضي الله عن أبيه المسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها وذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. وقالت عائشة رضي الله عنها وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر فزاد غندر عذاب الحق عذاب القبر حق. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروبة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق بالكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلان. باب التعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا الشعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا معلن قال حدثنا وهيب قال عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستأثر من بوله ثم فقال من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرض كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. باب ما قيل في أولاد المسلمين.
وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجاب من النار او دخل الجنه. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثا لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت انه سمع البراء بن عازم رضي الله عنهم قال لما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه. باب ما قيل في أولاد المشركين. وبه قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمه تنتج البهيمه هل ترى فيها جدعا. باب. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا ابن رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليله رؤيا فقال ان راى احد قصها فيقول ما شاء الله فسالنا يوما فقال هل راى منكم احد رؤيا فقلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى قلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه وهذا فيعود فيصنع مثله. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستجن على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحرج فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسلفه واسع تتوقد تحته نار وإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت رجعوا فيها ففيها رجال ونساء عراة فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتيناه إلى روضة حضراء فيها شجر عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة وبين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أرَ
لم أر قط لم أر قط أحسن وأفضل منها. فيها رجال شيخ شيوخ وشباب مجلس وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فلا فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت توفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشك شدكه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ويفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النقب فهم الزنات والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ الذي في أصل شجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. ورفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذلك منزلك؟ فقلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت يوم الاثنين. وبه قال حدثنا معل بن أسد وبه قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت على بكر فقال فيكم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيها بيتي. قال فيها بيتي وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران. فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوا فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب موت الفجاءة بغتة. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عربة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فأقبرت الرجل أكبره إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفانا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها مواتا. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام حا قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فلما كان يومي قبضه الله بين السحر ونحري ودفن في بيتي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدث أبو عبادة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني
اور وتبر الزبير ولم يولد لي وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التماري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وبه قال حدثنا فربت وبه قال حدثنا فربت قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه لما سقط عليهم الحائض عن زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر. وعن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل يقرا عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها ان ادفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المسجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموني ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. وسمع عثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله عز وجل كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم أن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خير الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. باب ما ينهى من سب الأموات. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة الأعمش مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أخذوا إلى ما قدموا تابعه علي بن الجعد ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي شعبة ورباه عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. باب ذكر شرار الموتى. وبه قال حدثنا عمر بن حفص رضي الله عنهم قال حدثنا بأن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا
مت بھولیں. شکریہ.